الحمد لله طبعا خلصنا الـ inflammatory bowel disease بكل حاجة تخصها واستفدنا فيها شوية، وأتمنى إن يكون الدنيا وضحت بشكل كبير. هنبدأ نتكلم دلوقتي إن شاء الله عن الهيباتيتس سي فيروس والهيباتيتس بي. في البداية طبعا هنتكلم عن الهيباتيتس سي، إيه هو يعني إيه هيباتيتس سي فيروس. بصوا الحاجات دي أنا هعدي عليها سريعا علشان الدكتور يعني من ضمن التحديات بتاعتها ان قال تركزوا على التريتمنت والحاجات زي كده، ففي حاجات هنعديها بسرعه اللي تلاقوني بعد بسرعه اعرف ان الدكتور ما ركزتش عليه وكده يعني. بس الدكتور ما قالتش حاجه على الهيباتيتس سي فيروس، يعني هي تقريبا قالت ان كل حاجه معاكو اكسبت السايد افكتس بتاعه الادويه تقريبا يعني. هيباتيتس بي الدكتور قال تركزوا على الادويه وخلاص، فاحنا في هيباتيتس بي هنقول الادويه بس، وفي هيباتيتس سي هنقول الديفينيشن كلينيكال بيكتشر على السريع كده برضه عشان نبقى مسكنا العصا من النص يعني، وربنا يوفقك ان شاء الله. الهيباتيتس سي فيروس هو عباره عن ايه يا شباب؟ هو دوت بيكون يعني هو عباره عن انفكشوس ديزيز. تمام، الانفكشوس ديزيز دوت بيكون بيحصل نتيجه لان الانسان بيصاب بفيروس سي. فيروس سي ده يا شباب هو حاجه بتروح برايمري يعني اساسيا بتروح على طول تشتغل على الكبد او تروح على طول تصيب الكبد، هو ده الهيباتيتس سي فيروس. الانيشال الكلينيكال بيكتشر بقى ده الشخص هيجي لي بايه، او المريض دوت اللي بيجي له هيباتيتس سي فيروس ده هيجي بايه. قال لك انيشال انفكشن يعني مثلا واحد لسه مثلا جاي مثلا يعني واحد لسه جاي واخد الفيروس، او واحد لسه جاي وعنده الانفكشن ممكن ما يكونش عنده سيمتومز خالص يعني ما يبقاش عنده اي اعراض، وممكن يكون عنده مايلد سيمتومز يعني اعراض بسيطه زي مثلا عنده فيفر. عنده فيفر ليه؟ لان دوت انفكشن طبيعي جدا انه يكون جاي بفيفر. طب دارك يورين ليه؟ ابدومينال بين ليه؟ يولو سكن ليه؟ مالكوش دعوه علشان دي حاجات هتدخلنا في حاجات تانية، مش عندوش حاجات زي كده تانية مالكوش دعوة بيها. لكن أساسيا تبقوا عارفين إن الشخص اللي بيكون جايب initial infection لسه واخد infection يعني acute infection لسه أخدها دي بتكون أعراضها يا إما مش موجودة no symptoms، يا إما تكون mild symptoms بتتمثل في fever dark urine abdominal pain yellow skin. تمام، ال chronic disease بقى قالك لو أنا مثلا واحد عنده virus C وأخد virus C ومثلا ما تعالجش منه تمام وتحول المرض عنده أكتر من 6 شهور فبقى chronic. ودوت بيحصل في قد ايه من الحالات؟ قال لك في 75% ل 85% من الحالات، يعني الكورونيستي اصلا في فيروس سي عاليه جدا، ان هو يتحول لكرونيك انفكشن عالي جدا 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 جدا، تقريبا هو اعلى فيروس من الفيروسات اللي هو A و B و C و D و E، دول الخمس فيروسات اللي هم بيصيبوا الكبد. اعلى واحد فيهم يتحول لكورونيستي وارخمهم هو الفيروس سي. بيقول لك ان الفيروس بريزيستد ان ذا ليفر في حاله الكرونيك. قال لك ايرلي ما بيكونش فيه سيمتومز خالص، بعد كده قال لك ان ممكن يحصل بعد السنين كتير، قال لك ممكن يحصل بقى ايه، يحصل مثلا هيباتيك سيروزز، يحصل سيروزز في الليفر يعني تليف في الكبد، او يحصل هيباتيك فيلير تلاقي ان الكبد فيلير خلاص وكل الخلايا اللي جواه باظت فما بقاش يقوم باي وظيفه من الوظائف بتاعته، او ممكن كمان يدخل فيه كانسر. يبقى احنا كده وصلنا ان هيباتيتس فيروس عباره عن ايه، عباره عن انفكشوس ديزيز بيحصل نتيجه لان الانسان بيتصاب بفيروس اسمه هيباتيتس سي فيروس اتش سي في that primarily affected the liver. ال clinical picture قلنا لو واحد acute عنده acute infection ممكن تيجي no symptoms أو ممكن تيجي mild symptoms. ايه ال mild symptoms اللي ممكن تيجي؟ fever, dark urine, abdominal pain, yellow skin. طب لو chronic state عرفنا بيبقى ايه الوضع بالظبط عشان مش عايز اكرر الكلام. طب ال transmission أو لو واحد مثلا عنده virus C او احنا ممكن نتعدي في virus C دوت ازاي؟ قال لك mainly virus C بيتنقل عن طريق blood to blood contact، يعني مثلا واحد بيعمل blood transfusion، واحد مثلا بيعمل IV injection بحقنة ملوثة بفيروس سي، واحد مثلا في أوضة العمليات مثلا في أي instrument مثلا ملوثة بفيروس سي فبشتغل بيها تقوم نقلة الفيروس ده، أو أي حاجة من الحاجات دي. المهم إنها blood to blood contact، يعني لازم blood يكون فيه الفيروس ببلود مفهوش الفيروس فيتعدي البلود اللي مفهوش الفيروس. قال لك برضو انه ممكن يتنقل عن طريق المذر للفيتوس during البيرس، يعني مثلا واحدة ست حامل وهي بتولد ابنها طبعا الدم ممكن يختلط يعني وطبيعي جدا 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 ان بيبقى فيه اختلاط في الدم، فبالتالي البيبي بيبقى affected برضو بفيروس سي. ده بقى الترانسميشن. يبقى الترانسميشن mainly blood to blood contact، اي بقى حاجة سواء كان blood transfusion poorly sterilized medical equipment او IV injection او اي حاجة من الكلام ده. IV injection دول اللي هم الناس اللي هم بيضربوا اللي هم الناس المدمنة دول يعني
الدايجنوزس بقى، طب ادايجنوز ازاي ان واحد دوت عنده هيباتيتس سي او لا؟ قال لك بالانتي فايرال انتي بوديز، كل بعمل انتي سيرولوجيكال يعني بالسيرولوجي، اللي هو ان انا اشوف الانتي بودي بتاع الفيروس سي، او يا اما عن طريق الفيرال ار ان اي، ودوت الفيرال ار ان اي دوت هو ادق حاجه يعني، وهو الطف حاجه ممكن تتعمل. هنتكلم عن البريفنشن اند تريتمنت. طبعا السلايد دي مش كفايه للتريتمنت، احنا هنستفيد في التريتمنت بس هنقول بس حاجات بسيطه كده. هنقول اول حاجه مثلا ان من ضمن البريفنشن، بريفنشن يعني فاكسينيشن. طب هل هيباتيتس سي فيروس او الفيروس دوت ليه فاكسين يعني ممكن ناخده؟ لا طبعا، هيباتيتس سي للاسف ملوش فاكسينيشن، نوع فاكسينيشن افيلبل لحد دلوقت، على عكس الهيباتيتس بي الحمد لله ليه فاكسينيشن عادي. بيقول لك طب انا احمي نفسي ازاي؟ قال لك تحمي نفسك انك مثلا تتجنب اول حاجه، مثلا لو انت مثلا هيتنقل لك دم، لازم الاول نتاكد ان المتبرع دوت خالي من اي فيروس او كده. لو مثلا في سرنج او حاجه مستعمله ما نستخدمهاش مكان حد. كل الاحتياطات بقى اللازمه اللي تخلينا ان احنا ما يحصلش بلاد تو بلاد كونتاكت الواحد عنده هيباتيتس سي فيروس. هو بيتكلم هنا عن التريتمنت، بس احنا هنتكلم باستفاضه عن التريتمنت. فانا شايف بصراحه ان السلايد دي ملهاش لازمه، بس بيقول لك يعني ان انا عندي نيو انتي فيرال ميديكيشن زي السوفس بوفير والسيمي بريفير، ودول قال لك ان هم بيقدموا حوالي 95% كيور ريت فور كرونيك انفكشن، يعني لو استخدمتهم بنسبه 95% بيحصل كيور انفكشن، كيور يعني النتيجة بتاعتهم كويسة بنسبة 95%، وبيحصل تعافي من الفيروس بنسبة 95%. برضو في حاجات تانية ممكن استخدمها زي الريبافرين والبيج انترفيرون برضو دوت، بس دوت بيقول لك ان الافكس بتاعتها اقل من 50%، على عكس النيو انتي فيرال ميديكيشن اللي بتكون الافكس بتاعتها اكتر من 95%، ودي حاجة كويسة جدا طبعا. بيقول لك ان الناس بقى اللي بيكون خلاص حصل لهم، زي ما احنا قلنا، الناس اللي عندهم كرونيك يا اما يكون عندهم ايرلي يا اما تكون ليت. لو ليت بيدخلوا في حاجة اسمها ليفر سيروزس اللي هو تليف الكبد او كانسر، ودول لازم نعمل لهم حاجة اسمها ريكوير ليفر ترانسبلانت، اللي هو انا بشيل الليفر البايظ اللي عندهم ده خالص وازرع لهم فص كبد جديد يقدروا يعيشوا بيه. هنبدأ بقى نتكلم عن الجزء المهم جدا هنا عندي، او الجزء اللي يهمني طبعا في الفورمة، وهو جزء التريتمنت الخاص بهيباتيتس سي فيروس. جزء التريتمنت بتاع الهيباتيتس سي فيروس انا عندي 3 حاجات بستخدمهم في العلاج. اول حاجه بستخدمه اللي هو الانترفيرون. الانترفيرون ده مهم جدا جدا، وكان بيستخدم زمان، وهو اول حاجه اكتشفوها خالص لعلاج هيباتيتس سي فيروس. طيب ايه تاني موجود؟ قال لك دواء اسمه ريبافيرين، وهنعرف كل واحد بيشتغل ازاي. تالت جروب ده هو الجروب الجديد جدا جدا، اللي هو اختصاره الدادز، اللي هو ايه؟ الدايركت اكتنج انتي فايرال دراجز. دايركت اكتنج انتي فايرال دراجز، يبقى انا عندي 3 كاتيجوريز بيشتغلوا على هيباتيتس سي فيروس، اللي هو الانترفيرون، الريبافيرين، والدادز. تمام، نبدأ نتكلم عن أول واحد فيهم اللي هو الانترفيرون ألفا دوت أو المهم يعني إن الانترفيرون ده يا شباب هو بيقول لك إن هو عبارة عن إيه؟ قال لك إن هو في الأساس الانترفيرون ده أصلا المفروض إن هو حاجة بتتصنع في جسمنا. الانترفيرون دوت لو أنتوا فاكرين زمان خالص في المايكرو، لما كان بيكون في خلية مصابة بالفيروس بيكون جنبها خلية سليمة، الخلية السليمة دي بتفرز حاجة اسمها انترفيرون، فيطلع الانترفيرون دوت من الخلية السليمة يمنع ان الفيروس يتنقل من الخلية اللي مش سليمة للخلية السليمة، او الخلية المصابة للخلية السليمة، ويوقف الريبليكيشن بتاع الفيروس، فبالتالي يوقف يوقف الفيروس عن الشغل، فبالتالي عذرا فبالتالي نقدر نسيطر على الانفكشن. هو نفس الفكره، انا بدخل بدي الانسان انترفيرون، هو عباره عن ايه؟ جلايكوبروتينز سيكريتد فروم ذا هوست سيل تو انهبيت ذا انفكشن اوف اذر سيلز. يعني باختصار ان انا بيكون عندي الانترفيرون ده اصلا المفروض ان هو بيكون موجود في جسمنا وبيتصنع في جسمنا عادي، بس انا الحمد لله دلوقتي توصلوا ان يعني زمان توصلوا بقى اللي هو ايه، ان احنا نصنع الانترفيرون دوت، ممكن بقى سواء كان بقى بيج عن طريق مثلا ان احنا بناخده من حيوانات تانية، او عن طريق مثلا ان هم بقى بيستخلصوه او الكلام ده كله. فدوت هو الانترفيرون. طب الانترفيرون ده بيشتغل ازاي؟ الانترفيرون ده بيمنع كل حاجة، بيمنع كل حاجة بيمر بيها. يعني مثلا الفيروس بيعمل بنتريشن للخليه اللي جنب، هيمنع البنتريشن دوت ان هو ينتقل من خليه مصابه لخليه سليمه، فمنع البنتريشن. يمنع الترانسكريبشن، ان هو يمنع ان الترانسكريبشن اللي هو يمنع ان الفيرال ار ان ان هو يحصل له ريبليكيشن او يتكون، فبالتالي مش هيتكون
لود كبير من الفيروس ولا هيتكون يمنع الترانسليشن، يمنع البروتين بروسيسنج بتاع الفيروس، يمنع ان الفيروس يكون البروتين اللي لازم ليه. وعارفين طبعا ان الفيروس بيتكون من انفلوب وحاجات كتيره مهمه جدا، والحاجات دي كلها بتتكون من اساسا من البروتين. يمنع الماتوريشن والريليز، يعني اصلا الميكانيزم بتاع الانتركرين هو بيمنع كل حاجه، سواء كان بنتريشن، ترانسكريبشن، ترانسليشن، بروتين بروسيسنج، ماتوريشن اند ريليز. تمام. من ضمن برضو الميكانيزم اوف اكشن بتاع الانترفيرون يا شباب، قال لك ان هو بينكريز الاكسبريس بتاع الام اتش سي. الام اتش سي كومبلكس ده اللي هو الميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. تمام. الميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس دوت يا شباب هو عباره عن كومبلكس بيمسك فيه الانتيجين بتاع الفيروس، تمام، ويروح يعرضه على سطح خليه اسمها الانتيجين بريزنتنج سيلز. طب انا استفيد ايه لما الميجر الام اتش سي كومبلكس دوت ياخد جزء من الانتيجين بتاع الفيروس، او ياخد الفيروس ويعرضه على خلايا اسمها الانتيجين بريزنتنج سيلز دوت؟ لما الفيروس بيتعرض او الانتيجين ده بيتعرض على الانتيجين بريزنتنج سيلز دي يا شباب، المفروض ان انا اجيب، بس مش عارف بقى، عذر يعني انا جبت الصوره. المفروض ان الانتيجين بريزنتنج سيلز دي بتعرض بتعرض بقى ايه، تعرض الميجر الميجر الام اتش سي كومبلكس وعليه الانتيجين، لما يتعرضوا على الانتيجين بريزنتنج سيل دوت بيحفز ان التي لينفوسايتس توصل للفيروس دوت وتوصل له، فبالتالي يتم القضاء عليه بواسطه الاميون سيستم بتاعنا. فدوت دوره مهم جدا جدا جدا. وقال لك برضو من ضمن الحاجه الثالثه اللي هو بيعملها الانترفيرون، من ضمن الميكانيزم بتاعه ان هو بينهانس الفاجوسيتك اكتيفيتي اوف ماكروفاج. الماكروفاج يعني ايه؟ بيحفز شغل الماكروفاج. الماكروفاج طبعا احنا عارفين انها بتعمل فاجوسيتوز اللي هي بتنجلف الحاجه او الحاجه اللي مش كويسه في جسمي وتكسرها وتتخلص منها. وقال لك ان هو كمان بي اوجمنت البروفريشن، بيزود البروفريشن بتاع والسيرفايفل بتاع السيتوتوكسيك تي سيلز. تعرفين فاكرين بقى في الحياه اللي هي الخلايا القاتله الطبيعيه والكلام ده كله، الحته دي ريليتد قوي للاحياء بتاعت السنه ثالثه ثانوي لو انتوا فاكرين يعني، وانتوا اخدتوها برضو في الجزء بتاع المايكرو في الاميونيتي، مش عارف انتوا اخدتوه ولا لا، ما علينا. المهم ان احنا هنبقى فاهمين ان الانترفيرون الميكانيزم اوف اكشن بتاعه، قلنا ان الانترفيرون ده عباره عن جلايكوبروتينز اصلا المفروض انها بتتصنع في جسم الانسان، بتتصنع من الخليه السليمه. يعني مثلا لو عندي خليتين جنب بعض، واحده سليمه وواحده مصابه بالفيروس، الخليه السليمه بتطلع الانترفيرون ده، يطلع الانترفيرون يعمل بقى ايه؟ ينهبت الفيرال بنتريشن، ترانسكريبشن، ترانسليشن، تمام، بروتين بروسيسنج، ماتيوريشن اند ريليس. عندي بيمنع حاجتين بحرف التي وحاجتين بحرف البي وواحدة ام ار مستر، تمام، يبقى اتنين حرف تي واتنين بي وواحدة و ام ار. ايه هما الاتنين بي؟ البنتريشن والبروتين بروسيسنج. التي ترانسكريبشن والترانسليشن، الام ار اللي هو الماتوريشن والريليز. بس قال لك ان هو بيزود الاكسبريس بتاع الام اتش سي كومبلكس، وحكينا قصه الام اتش سي كومبلكس. الام اتش سي كومبلكس ده عباره عن حاجه بتمسك فيها الانتيجين او الفراجمنت بتاعت الانتيجين او الفيرال، تمام، ودوت بيزود لي البرزنتيشنز بتاعه الفيرال على سطح الانتيجين بريزنتنج سيل. فاكرين يا جماعه بروتين التوافق النسيجي اللي هو الام اتش سي؟ هو ده. افتكروه بقى من الاحياء بتاعه سنه ثالثه ثانوي. انهانس الفاجوسيتك اكتيفيتي اوف ماكروفاج، ان هو بيزود لي ان الماكروفاج يزيد الفاجوسيتك اكتيفيتي بتاعتها، فبالتالي يحصل انجلف للفيرال دوت او الحاجه اللي مش كويسه دي، وبيزود لي كمان البروفليشن والسيرفير بتاعت السي سايتو توكسيك سيلز. ده الميكانيزم في اكشن بتاع الانترفيرون، اعرفه كويس عشان مهم. واعتقد ان الحمد لله ان انا وضحته بقدر يعني يعني يمشي معاكم عشان وقتكم برضه. بدي العلاج بتاع الانترفيرون دوت الجرعه بتاعته قد ايه؟ قال لك ان الانترفيرون دوت بيتاخد، هو اسمه انترون على فكره في السوق، انترون، وانا جايب لكم صوره اهي، اهي الانترون ايه ده. بدي الجرعه بتاعته ايه؟ قال لك ان الجرعه بتاعته 9 مليون يونت سبكوتينيوس او اور انتراماسكولار كل اسبوع. يعني كل اسبوع المريض بياخد حقنه 9 مليون يونت، يا اما ياخدها سبكوتينيوس يا اما انتراماسكولار. بياخدها لمده قد ايه؟ لمده 16 ويك. يعني بياخد 9 مليون كل اسبوع لمده 16 لمده 16 اسبوع، يا اما ياخدها سبكوتينيوس يا اما انتراماسكولار. السايد افكتس بقى الدكتور قالت ما تركزوش على السايد افكتس بتاعه الادويه بتاعه الهيباتايتس عموما، بس انا كنت لمحت، كان في اسئله في الاخر كده لمحت من ضمنها ان هي كانت بتقول انيوميريت السايد افكتس بتاعه الهيباتايتس بتاعه الانترفيرون، فانتوا ممكن تقراوها. عموما هي انا كده كده مش هشرح فيها تفاصيل او اقول مثلا ليه هو بيعمل كل حاجه كده، عشان ده هيبقى استنزاف للوقت. فاحنا هنحاول ايه
نسهلها على بعض شويه، مثلا نقول ايه مثلا سايد افكتس. اول حاجه ان هو بيعمل فلو لايك سندروم. الفلو لايك سندروم يعني ايه؟ يعني بيعمل هيديك وفيفر وشيلز ومايلاجيا ومريز، فيفر وهيديك ومريز، زيه زي اي حاجه اللي هي الكونستيتيوشنال سيمتومز اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل كده. تمام. ودي بت ودي وقال لك بعد كده من ضمن الحاجات برضو اللي هو بيعملها ان هو بيعمل لي فاتيج، ويت لوس، سكين راش، ادوبيشيا. الفاتيج اللي هو ان بيعمل الانسان بيتعب بسرعه، ويت لوس بيخسس في الوزن، سكين راش بيبقى الجلد فيه بقع كده، والالوبيشيا اللي هو الصلع. بيعمل يزود لي الهيباتيك انزيمز، بيخلي الانزيمات الكبد عاليه. يعمل لي مود ديس اوردرز، سوميلانس، خملان، كونفيوجن، يحس ان الانسان مدلوخ كده ومش مش عارف يركز، وسيجرز اللي هو ال بيقولوا ايه بالعربي، اللي هو السيجرز زي الكونفرجنز وكده. البون مارو بيأثر عليه عن طريق ان هو بيعمل له ديبريشن، يوقف شغل البون مارو، وعن طريق كمان ان هو بيعمل حاجه ثالثه، ودي حاجه اخيره ودي اوحش حاجه ممكن يعملها، ان هو بيعمل اندكشن للاوتو انتي بوديز. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي مثلا، بيبقى في ناس عندهم سسبتبيلتي ان هو يكون لايبل لاوتو اميون ديزيز معين او لديزيز معين اوتو اميون، بس حاصل له ماسكينج، يعني هو مش ظاهر عليه دلوقتي. قال لك ان لو واحد اخذ انترفيرون وهو عنده اللايبلتي دي ممكن تظهر الاوتو اميون ديزيز دوت، وتحديدا الثايرويدايتس اللي هو الهاشيموتو تقريبا. يعني ده السايد افكتس بتاعت الانترفيرون. الدكتور قالت في من ضمن التحديات اللي عندكم انها مش عليكم، بس انا لقيت من ضمن الحاجات، من ضمن ان كان في سؤال بيقول الانيوميريت الحاجات دي، فانا قلتهم كده على السريع، لو كده برضو ممكن تبقوا تحفظوهم يعني. وخلاص كده احنا خلصنا الانترفيرون واتكلمنا فيه، واعتقد ان شاء الله يكون واضح. بنتكلم دلوقتي عن تاني جروب عندي اللي هو الريبافرين. بصوا يا شباب، الريبافرين دوت الميكانيزم اوف اكشن بتاعه مهم جدا ولازم تبقوا عارفينه. احنا عندنا طبعا ان البيورين دوت عبارة عن قاعدة نيتروجينية، قاعدة نيتروجينية بتدخل في تكوين الدي ان ايه، الدي ان ايه، وبتدخل في تكوين الار ان ايه بتاع الفيروس. قال لك ان انا الريبافرين ده فكره شغله ايه؟ قال لك ان الريبافرين دوت لما بيكون موجود او بديله، هما بيسموه حاجه اسمها بيورين نيوكلوزايد انالوج او جوانيزونين نيوكلوزايد انالوج. يعني ايه يعني ايه بيورين نيوكلوزايد انالوج؟ قال لك ان هو عباره عن حاجه بيكون في ماده، الماده دي بتدخل تروح، شفتوا انتوا احنا عارفين ان القاعده النيتروجينيه بتمسك في بعضها ومش عارف ايه. قال لك ان بقى ان الريبافرين دوت بيروح يمسك مكان البيورين. تمام. فلما يمسك مكان البيورين يبقى هو كده عندي عمل ديفكت في الار ان ايه، فبالتالي الار ان ايه مش هيتكون ببساطه جدا. يبقى قال لك ان انا عندي دي فكره ببساطه جدا. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان البيورين اللي هو النيوكلوزايد انالوج دوت هو بيحصل له اكتيفيشن عن طريق ان هو يحصل له فوسفوريشن. تمام. عن طريق الهوست سيل كاينيز. تمام. يبقى انا عندي باخد اللي هو النيوكلوزايد انالوج البيورين او الجوانيدين نيوكلوزايد انالوج بيبقى ان اكتيفيت. طب بيحصل له اكتيفيشن فين؟ بيحصل له اكتيفيشن في الهوست سيل عن طريق ان هو يحصل له فوسفوريليشن بانزيم اسمه الكاينيز، اسمه كاينيز، انزيم اسمه كاينيز، بيتحول لحاجه اسمها ريبافرين تراي فوسفيت. ريبافرين تراي فوسفيت، الريبافرين تراي فوسفيت دوت هي انهبت الجوانزين سينسز عن طريق ان هو يروح يمسك في المكان، الاماكن بتاعه البيورين او الجوانزين، فبالتالي مش هيتكون البيورين، فبالتالي الفيرال ام ار ان مش هيتكون. بس تمام ببساطه جدا. يبقى انا ابقى فاهم يعني ايه بيورين انالوج نيوكلوزايد انالوج. انا حاولت ابسطها بقدر الامكان، ان انا عندي بيورين نيوكلوزايد انالوج، ان الشخص دوت بيكون عنده الماده دي، الريبافرين دي ماده بتروح تمسك مكان البيورين. لما بتمسك مكان البيورين بالتالي البيورين مش بيتكون ومش بيمسك في القاعده النيتروجينيه المقابله ليه، فبالتالي بيبقى عندي ديفكت في الار ان ايه، فبالتالي مش بيتكون اصلا الار ان ايه بتاع الفيرال. بستخدمه طبعا ثيرابيوتيك يوزز بقى، ممكن استخدمه في واحد عنده مثلا اللي هو ريسبيراتوري سينسيتيكال فيروسز، نيمونيا، نوع من انواع الفيروسز بتعمل نيمونيا يعني في الاميونو سبريست بيشنت. برضه بستخدمه في حالات الانفلونزا، بستخدمه في حالات الهيباتيتس بي فيروس والهيباتيتس سي فيروس. خليكم عارفين يا شباب ان كل ال يعني مثلا هيباتيتس A و B و C و D و E اللي هم اللي بتصيب الكبد دول كلهم RNA except الهيباتيتس B فيروس، هو الفيروس الوحيد فيهم اللي DNA viral، فخليكم عارفين ده. يعني السايد افكت الدكتور قالت مش عليكم، بس هتعرفوا ان هو تراتوجينيس، بيعمل تراتوجينيستي، يعني لو واحدة حامل اخدته البيبي يحصل له تشوهات، respiratory irritation، bone marrow depression.
يبقى احنا عرفنا اهم حاجه في الريبافيرين الميكانيزم في اكشن بتاعه. يبقى هو بيعمل ايه؟ قال لك ان هو بيورين نيوكليوزايد انالوج، تمام. بيحصل له اكتيفيشن فين؟ في الهوست سيل. ابدي للانسان حاجه ان اكتيف، يدخل جسم الانسان يحصل له اكتيفيشن عن طريق انزيم اسمه كاينيز. الانزيم كاينيز ده بيعمل ايه؟ بيضيف مجموعه فشلات يحصل فوسفوريليشن، فيكون لي حاجه اسمها ريبافيرين ترايفوسفيت. الريبافيرين ترايفوسفيت دوت هو الاكتيف فورم دوت. يعمل ايه؟ يعمل انهبيشن للجوانزين سنسز، يقلل الفيرال ام ار ان ايه. بس الميكانيزم في اكشن مهم كده. احنا خلصنا اول جروب. كده احنا خلصنا خلصنا الانترفيرون وخلصنا الريبافيرين وعرفنا كل واحد منهم. هنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها اللي هما الدادز، اللي هما ايه؟ اللي هما الدايركت، اللي هما الدايركت اكتنج انتي فايرال دراجز، اللي هما الدادز. من ضمنهم في حاجة اسمها بروتيز انهبيتورز اند ار ان اي بوليماريز انهبيتورز. دول هما الدادز، تمام. الميكانيزم اوف اكشن بقى بروتيز انهبيتور، تمام. يبقى اكيد هما هيوقفوا لي انزيم اسمه بروتيز، وكذلك ار ان اي بوليماريز، تمام. طب ايه هو البروتيز وايه هو البوليماريز؟ البروتيز ده يا شباب هو من اسمه حاجه بتكسر البروتين. بصوا يا شباب، الفيرال علشان يحصل له جروث المفروض ان هو بياخد البروتينات ويكسرها لسمول بروتينز، تمام، ويبدا يستخدمها في الجروث بتاعه والريبليكيشن والانفكتيفيتي والحاجات دي كلها. فلازم مهم جدا انه يكون عنده البروتيز انزيم ده. فانا الجسم، فمن ضمن الحاجات اللي انا الدادز دول بقى بيدخلوا يعملوا ايه؟ يوقفوا الانزيم ده اللي هو البروتيز ده، يعملوا له انهبيشن. لما يعملوا له انهبيشن بالتالي الفيرال مش هيقدر يكسر البروتينات، وبالتالي مش هيقدر يستخدمها في الجروث بتاعه، فبالتالي الفيروس هيوقف النمو بتاعه. طب ايه هم الار ان اي بوليمريز؟ الار ان اي بوليمريز، البوليمريز ده الار ان اي بوليمريز، قال لك ان هو ده الانزيم اللي بيكون مسؤول عن ان هو ينسخ لي الار ان اي من الدي ان اي ويعمل ويحصل ترانسكريبشن، تمام. فانا لما اوقفه كده الار ان اي بتاع الفيرال مش هيتكون، فبالتالي الفيرال مش هيحصل له ريبليكيشن. ببساطه جدا يبقى البروتيز انهبيتور اند الار ان اي بوليميريز انهبيتور، قال لك الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم من اسمهم ان هم بيعملوا كومبيتيتيف انهبيتورز اوف فيرال بروتيز، يعملوا انهبيشن للفيرال بروتيز، فبالتالي البروسيسنج اوف فيرال بروتينز بتقل. فما يحصل يعني الفيرال البروتين بقى الفيروس مش هيقدر يعمل بروسيسنج للبروتين عن طريق ان هو يكسرها ويستخدمها. خلاص كده. تاني حاجه، تاني ميكانيزم ان هو بيعمل كومبيتيتيف اور الوستريك. الوستريك يعني ايه؟ يعني كومبيتيتيف يعني ان هو بيقوم جاي موقف شغل الانزيم كده، يعني يتخانق مع الانزيم فيوقف شغله، يعمل له انهبيشن. طب ايه الالوستريك؟ الالوستريك ان هو يغير من تركيب الانزيم، فلما يغير من تركيب الانزيم برضه ده معناه ان هو مش هيشتغل. دوت البروتيز انهبيتور اند الار ان اي بوليميريز. بستخدمهم امتى؟ بستخدمهم في الهباتيتس سي فيروس انفكشن مع كومباينيشن. هل ما بيستخدموش لوحدهم، بستخدمهم مع حاجات تانية. هنعرف ايه الكومباينيشن دي، هنعرفها قدام. طبعا احنا قلنا ان هم دول هم الدادز، تمام. قال لك ان هم دول بيستخدموا، كل واحد منهم بيستخدم على حسب الجينوتايب. يعني ايه الهباتيتس سي فيروس دوت ليه 6 جينوتايب، من 1 لحد 6. كل نوع من الجينوتايبس دول ليه استخدام معين. بصوا بقى الحته دي رخمه قوي، حاولت اسكمها بقدر الامكان. يعني انا عندي ده الجينوتايب اللي هو NS3 وال4A، ده جينوتايب NS3 وال NS3A وال NS4A، دول جينوتايبس، تمام. ده برضو جينوتايب تاني اللي هو ال NS5B، ده جينوتايب تاني، وال NS5A ده جينوتايب. فالمهم ان كل واحد من دول بيشتغل عليهم ادوية معينة. يعني مثلا نحاول ان مثلا انا عندي ال NS5A inhibitors، تمام. دول ال NS5A دوت جينوتايب معين، تمام. المهم ان انا عندي ايه الادوية اللي بتشتغل على ده، نسكمها 5A، تمام. يبقى هيشتغل عليها الأدوية اللي هيكون المقطع الأخير بتاعها اللي هو الأسيفير. الأسيفير ولو حديت هتلاقي إن هم عبارة عن 5 حروف، الـ A والـ S والـ V والـ I والـ R، تمام؟ تمام. يبقى ده احنا كده سكمنا الأول المجموعة مع الأدوية، المجموعة مع الأدوية اللي هم الـ NS5A inhibitors. يبقى أنا هدور على الأدوية اللي فيها النهاية بتاعتها بتتكون من 5 حروف واسمها أسيفير، تمام؟ تمام. برضو هنيجي نتكلم عن اللي هو دوت اطول واحد فيهم اللي هو ال NS5B RNA dependent RNA polymerase inhibitors،
الاكبر اسم هياخد الحاجه السفيفه، فياخد حاجه اسمها سوف سوبوفير، تمام، هياخد حاجه سفيفه، تمام. يعني انا بحاول اسكم والله بقدر الامكان. يعني يبقى الاسم الكبير اللي هو ال NS5BRNA dependent RNA polymerase هياخد اللي هو الحاجه السفيفه، تمام. اخر واحد بقى اللي هو دوت، اي حاجه تانية غير دول هتبقى من الكاتيجوري الثالث اللي هو ال NS3 او ال 4A، تمام. طب عايزين نسكم مثلا ال NS3 4A protease inhibitors، تمام، عايزين نسكمهم. هنسكمهم ازاي؟ قال لك هنسكم الادويه دي ازاي. هنسكمهم عن طريق ان احنا مثلا نقول ان احنا عندنا ولد اسمه جرازو وولد اسمه سيم، تمام. الاتنين دول قالوا، تمام، قالوا يبقى تل يعني واحد قال بالانجليزي تل، قالوا يلا نروح بارتي، بارتي اللي هي الباريتا بريفير، تمام. يبقى جريزو بريفير، جريزو ده الولد اللي هو قلنا اسمه جريزو، تمام. يبقى جريزو بريفير، تمام، وولد اسمه سيم مثلا اللي هو سيم بريفير، تمام، قالوا يبقى تيلا بريفير، يلا نروح حفلة اللي هو الباريتا بريفير. ربنا يستر من التسكيمات دي، انا والله ما بعرفش اتكلم اصلا، بس بحاول، يعني بحاول عشان الدنيا تبقى لطيفة معاكم اكتر يعني. فده مثلا يبقى اي حاجة بريفير نهايتها بريفير يبقى دوت ايه، بروتيز، بريفير بروتيز، بريفير بروتيز، يبقى اي حاجة بريفير تبقى بروتيز، اللي هما NS3 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 4A بروتيز انهبيتور، يبقى جريزو بريفير و سيمي بريفير و تيلا بريفير و باريتا بريفير، تمام. ال NS5B RNA dependent RNA polymerase inhibitors ده قلنا حاجة كبيرة هتاخد الحاجة السفيفة، تمام، يبقى سوبسبوفير، تمام. ال NS5A inhibitors هيبقى عندي اللي هو ال فيلباتسفير والليديباسفير واللي هو الدكليتاسفير. حاولوا بقدر الإمكان تحفظوا دول، يعني أنا كان في تسكيمة كده عبيطة في دماغي بس مش هقولها عشان هي عبيطة بجد يعني، فمش هقولها. يعني ان الليدي هقولها ان واحده ليدي يعني بتفيل، ان يعني واحده ليدي اللي هو الليدي باسيفير فيل اللي هو الفيل باتسيفير، بان حد مطنشها اللي هو ديكلاين، يعني واحد بيطنش يعني اللي هو ديكلات سيفير، يعني اللي هو الديكلات سيفير دوت، انا مش عارف انطقها كمان يعني، فحصل خير. فبس فانتوا يعني عرفوها كده وخلاص بقدر الامكان. السلايد الرخمة دي دوت، الجدول ده ما كانش موجود عندكم بالشكل ده. ده الكومباينيشن بقى اللي احنا بنتكلم عنه. احنا قلنا ان الدات لازم يستخدموا مع كومباينيشن، لازم يحصل بينهم كومباينيشن علشان يقوموا بالوظيفة بتاعتهم بشكل كويس. طب ايه الكومباينيشن اللي انا ممكن اعملها؟ احنا هنثبت اللي هو السوفسبوفير ده، تمام، عشان هو مع ان احنا نثبته يبقى هو مهم جدا، اللي هو كان بيشتغل على ايه، اللي هو الار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز انهبيتور اللي هو ان اس 5 بي، ان اس 5 بي ار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز انهبيتور، تمام. دوت هثبته، تمام، واحط بعد كده معاه حاجات. اول حاجه احطها معاه اللي هو الداكلاتسفير دوت يا سيدي. ودوت الداكلاتسفير ده دوت كان ايه، كان ان اس 5 اي انهبيتورز، تمام، الداكلاتسفير، تمام. ده اول نوع، يبقى اول واحد اللي هو السوبسبوفير مع الداكلتسفير، ده اول حاجة هنثبت الجرعة بتاعة السوبسبوفير اللي هو 400 مللي جرام، تمام. التاني اللي هو اللي هيكون جنبه هنبدأ ب 60 90 100، 60 90 100، 60 90 100، تمام. يبقى السوبسبوفير ومعاه الداكلتسفير، تمام، دوت 60 مللي جرام و400 مللي جرام بتاع ايه، بتوع السوفو. انا مش هقول بقى كل اسماء، هقول بس الاختيارات الاولانيه عشان نطقهم تقيل اصلا وبيأخرني. برضو لما اقول السوفو مع الليدي، تمام، يبقى سوفو وليدي، سوفو كده كده 400، بعد كده الليدي هيبقى 90، زي ما احنا قلنا هنبدأ من 60 وبعدين 90 وبعدين 100. تاني تالت بقى كومباينيشن بتكون ما بين السوفو والفيلبا، تمام، اللي هو الفيلبا دوت. لو انتوا فاكرين هو كان اول كاتيجوري لا ما كانش اول كاتيجوري، ده كان اخر حاجه برضو، اللي هو ده اللي هو الفيلبا سفير، ده كان ال ان اس 5 اي برضو، تمام. يبقى لو انتوا خدتوا بالكم ان الكومباينيشن ماشيه ما بين ايه، ماشيه ما بين الجروب ده والجروب ده بس، يبقى الكومباينيشن ماشيه مع ده، ماشيه بين ده وده،
سيبكم اللي فوق خالص، ما حصلش معاكم كومباينيشن، يبقى الكومباينيشن ماشيه مع ده وماشيه مع ده، حاولوا تسكموها. انا بحاول يعني بقدر الامكان احنا نسهل الدنيا. يبقى كده احنا قلنا السوفو مع الدكله 460، السوفو مع الليدي 490، السوفو مع الفيلبا 400، 100. تمام. الجينوتايبس اللي بيشتغلوا عليها، قال لك ان اول كومباينيشن دوت بيشتغل على الهباتيت سي فيروس جينوتايب 3، ولو في كو انفكشن بالاتش اي في. تمام. لو في ادفانسد ليفر ديزيز ممكن استخدم الكومباينيشن دي بغض النظر عن اي جينوتايب. يبقى انا دلوقتي كل كومباينيشن من دول هيكون ليها جينوتايب معين، تمام، بتشتغل عليه. يعني مثلا السوفو مع الدكلة بيشتغل مع الجينوتايب 3 اللي هو 3، ولو واحد عنده اتش اي في كو انفكشن مع يعني كمان اتش اي في، ولو واحد عنده ادفانسد ليفر ديزيز، واحد عنده ليفر ديزيز بقى بشكل ملحوظ، دوت هستخدم معاه الكومباينيشن الاول بغض النظر عن الجينوتايب ايه. طب السوفو مع الليدي قال لك ان هو بيشتغل على الجينوتايب 1 و4 و5 و6، 1 4 5 6، تمام، 1 4 5 6 تمام، ومع الاتش اي في، الاتش اي في كونفكشن برضه. طب السوفو مع الفيلب قال لك ان ده بيشتغل مع الكل الجينوتايبس وبيكون افكتيف جدا يعني في كل الجينوتايبس. طب ايه الدوز اللي انا بستخدمها؟ قال لك اول كومبينيشن بتكون 12 اسبوع. لو الشخص، احنا هنقسم الدوز على حسب هل الشخص ده معاه سيروزز يعني في تليف وحصل كرونيك انفكشن ولا مفيش. فاول واحد اللي هو اول كومبينيشن دي اللي هو السوفوبوفير ده، هنرجع بس قلم تاني، ده بيقول لك ان هو بيكون 12 اسبوع تريتمنت، بدي الجرعه بتاعتي لمده 12 اسبوع لو الشخص ده ما عندوش سيروسس. طب تاني واحد بدي قد ايه؟ قال لك بدي برضو بدي فيكس دوز كومباينيشن من 8 ل 12 اسبوع، نفس التاني يعني. تمام. دوت برضو فيكس دوز برضو بتكون نفس الحكايه من 8 ل 12 اسبوع. تمام. طب انا بقى خلاص، دول الناس ما عندهمش يعني، دول الناس اللي دي الجرعه بتاعت الناس اللي ما عندهمش سيروزز. طب الناس اللي عندهم سيروزز، قال لك ان الجروب الاول دوت او الكومباينيشن الاول دوت بستخدم معاه الريبافيرين، تمام، لمده 12 اسبوع. برضو دوت بيستخدم مع الريبافيرين لمده 12 اسبوع، ده برضو بيستخدم مع الريبافيرين بس مع الناس اللي عندهم دي كومبنسيتد سيروزز. تمام. يعني دي كومبنسيتد سيروزز، سيبكم منها عشان دي كومبنسيشن يعني في نوع، لو حصل سيروز بيبقى في دي كومبنسيشن، يا اما بارينكمال يا اما فاسكولار، والبارينكمال يبقى هيدخلني في حاجه اسمها ليفر سيل فيلير، والفاسكولار هيدخلني في حاجه اسمها هيباتيك بتاع ده بورتال هايبرتنشن. سيبكم من الكلام ده وما تركزوش معايا عشان هو حاجه ادفانسد عليكم. نقول بس ان احنا نبقى عارفين ان احنا عندنا ثلاثه كومباينيشن ما بين السوفو والمجموعه اللي تحته على طول، اللي هي كانت دول، اللي هم دول اللي هم الثلاث ادويه دول. لما نقول مع اول حاجه بدانا بيها بالدكله ده، قلنا ان هو بيبدا معاه من 60 مللي جرام. بعد كده الليدي تقريبا، الليدي كان 90، بعد كده الفيلبا ده كان 100. وبنبدا نتكلم عن كل واحد فيهم، واعتقد ان الجدول ده سهل كتير عليكم لان البتاع كان شكلها بشع جدا. فانتوا برضو مع الجدول ده هتقرأوه هيبقى زي الفل، مش عايز اعيد عشان وقت الفيديو. تمام. هي الحاجات دي اغلبها حفظ يعني، مش لاقي فيها فهم قوي ان انا افهمها لكم والله، بس يعني بحاول بقدر الامكان. هيباتيتس بي فيروس، خلصنا هيباتيتس سي. المين كاتيجوري عندي كان انترفيرون والريبافيرين، ومعاهم اللي هو الدادز اللي هم الدايركت اكتيك انتي فايرال دراجز. الهيباتيتس بي فيروس الدكتور قالت ان انتم مش مطالبين بحاجه تقريبا غير التريتمنت، مش عارف اقول دول ولا لا، بس يعني هقولهم على السريع. هيباتيتس بي فيروس الديفينيشن بتاعه سريعا، هو انفكشن ديزيز زي الهيباتيتس سي فيروس بالظبط، بس ده كوزد هيباتيتس بي فيروس. ممكن يعمل اكيوت او كرونيك، يعمل الاثنين عادي جدا. طبعا الهيباتيتس بي فيروس مين اللي بيأفكت الليفر او برايمري افكت زي الهيباتيتس سي بالظبط. السيمتومز برضو انيشال انفكشن وكرونيك، انيشال انفكشن نو سيمتومز او مايلد سيمتومز زي الهيباتيتس سي بالظبط. برضو نفس الحاجات، نحصل سيكنس فومتنج يورش سكن دارك يورين ابدومينال بين وهكذا. لو استمر بيقول لك ممكن بيستمر لبعض الاسابيع وممكن يسبب الوفاه في بعض الناس. ممكن ياخد حوالي 180 يوم لحد ما تظهر الاعراض. يبقى لك ان هو
ممكن يوصل، ممكن يجي عادي مفيش اي سيمتومز خالص. ممكن لو حصل سيمتومز بتكون في شكل سيكنس او فومتنج او يورين سكين او دارك يورين او ابدومينال بين زي الهيباتيتس سي. قال لك ممكن الحاجات دي تكونتينيو فور ويكس اند ريلي ريزلت ان ذس، يعني لو استمرت لاسابيع ممكن تديفلوب ان الشخص يموت، بس ده رير خالص يعني. وقال لك ان هو ممكن ياخد من 30 ل 180 يوم لحد ما تظهر الاعراض. الكلام كله طبعا احنا مش هنأكد عليه ولا نهتم بيه عشان الدكتور قال تركزوا على التريتمنت بس في الهباتيتس بي. الكرونيك ديزيز قال لك ان هو 90% من البرينيتال انفكشن ديفلوب كرونيك هباتيتس، يعني الاطفال اللي لسه مولودين اللي هم بيجي لهم هباتيتس بي عن طريق المدر، دول ممكن يوصل لهم ان هم 90% منهم يتحول اللي عندهم الفيرال انفكشن دي لكرونيك انفكشن. بيقول لك ان الكرونيك ديزيز موستلي هاف نو سيمتومز، ولكن يعني ما بيبقاش فيه سيمتومز، ولكن انها تكمبليكيت او ان يحصل كومبليكيشن زي السيروزز او الكانسر بتكون عاليه جدا. يعني حوالي 25% من البيشنت اللي بيجي لهم كرونيك هيباتيتس بي بروجريس لانه يحصل كانسر او يحصل ليفر سيروزز. الترانسميشن بيتنقل ازاي؟ قال لك ان الهيباتيتس بي دوت بيتنقل عن طريق، بصوا سيبكم من الكلام المكتوب ده كله، ببساطة هقوله لكم انا على طول، سيبكم من الكلام المكتوب. ببساطة جدا هيباتيتس بي بتنقل عن طريق اي فلويد في الجسم، اي فلويد بيطلع من جسم الانسان طبعا باستثناء السويتنج يعني اللي هو العرق، يعني مثلا عن طريق البلد ده اكيد، عن طريق ال مؤخرا بقى يقال ان هو بيتنقل عن طريق السلايفا، مجرد السلايفا بتاعت الانسان، ودي ابحاث مؤخرا، عن طريق البلازما، الكلام ده اي حاجة اي سوائل في الجسم بيتنقل عن طريقها، عن طريق السيكشوال انتركورس بيتنقل الهباتيتس بي فيروس، عن طريق طبعا هو سائل اللي هو السيمن طالع عادي، بيبقى السيمن موجود دوت فيه برضو عادي جدا، يبقى اي سائل موجود اي ليكويد طالع من الجسم ممكن بيكون انفكتيف او انفكتد بالهباتيتس بي فيروس. حطوها كده في دماغكم وخلاص. البريفنشن من حلاوة هيباتيتس بي فيروس ان هو ليه فاكسينيشن على عكس الهيباتيتس سي. الهيباتيتس بي فيروس برضو زي ما قلت ان هو بدي هيباتيتس بي سيرفيس انتجين، بحقن الانسان بالهيباتيتس بي سيرفيس انتجين تمام، ودوت بيكون ان انا بديهوله من سنس بيرس، يعني اول ما المفروض ان اول من ضمن بيبقى هتاخده في الكوميونتي ان الطفل بيكون كده ليه مجموعة من التطعيمات لازم ياخدهم اجباري، من ضمنها الهيباتيتس بي فيروس. بياخدها على قد ايه؟ اول ما يتولد صفر، بعد 0 1 6 اللي هو بعد لا 0 6 12، او هو كتب انا 0 6 12، يعني اللي هو بيتاخد اول ما يتولد بيتاخد بعد 6 شهور ويتاخد بعد 12 شهر تمام. دي الفاكسينيشن بتاع الهيباتيتس بي بالنسبة للاطفال، او وبيدي لايف لونج اميونيتي، يعني لو الطفل اتحسن او الطفل اخد الفاكسين بتاع الهيباتيتس بي ده بيبقى عنده لايف لونج اميونيتي للهيباتيتس بي فيروس. احنا مثلا عندنا لما بنيجي ندخل المستشفى بنشوف البطاقه بتاعتنا بتاعت التطعيمات دي، لو واخدين هيباتيتس بي خلاص، مش واخدين هيباتيتس بي بناخد هيباتيتس بي علشان يدينا لايف لونج اميونيتي علشان المستشفى وكده يعني. بيقول لك ان الهيباتيتس بي فاكسين دوت ما ادلوش لواحد عنده مثلا عنده اخد اكيوت انفكشن فهديله هيباتيتس بي فاكسين، لا دوت ما ينفعش، بديله حاجه تانية اللي هو الاميون جلوبين. المفروض لو واحد مثلا حصل له انفكشن او حاجه، او انا شكيت انه حصل له انفكشن، اديله الاميون جلوبين على طول، ودي بتكون حاجه اسمها باسيف اميونايزيشن. طبعا الاتش بي الهيباتيتس بي اميون جلوبين دي بتكون سيف في البريجننت عادي جدا، مفيش اي مشكله. ده باختصار برضو الكلام. التريتمنت بقى ده اللي هو المهم جدا جدا جدا، الدكتور اكدت عليه. الفيرست لاين بتاعي في التريتمنت بتاع الهيباتيتس بي فيروس، ودي حاجه مهمه، الانترفيرون الفا اي تو الفا 2 اي ده، او ده الفيرست لاين اوف تريتمنت، بس مع شرط ان انا بستخدمه لو واحد نون سيروتيك بيشنت، يعني بيشنت عنده الليفر بتاعه لسه سليم ما حصلش فيه سيروزز. السيروزز ان يبدا يحصل ان الخلايا بتاعه الكبد تتكسر، وده اللي هو تليف الكبد تمام. يبقى الفيرست لاين اوف تريتمنت in case of patient with non-cirrhotic non-cirrhotic liver يبقى دوت لازم استخدم معاه الانترفيرون. بيتاخد ازاي الدوز بتاعت الانترفيرون؟ قال لك ان انا بدي 180 مايكرو جرام كل اسبوع لمدة 48 اسبوع، لمدة 48 اسبوع، يبقى 180 مايكرو جرام لمدة 48 اسبوع بيتاخد سبكوتينيوس 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 كل اسبوع، يبقى 180 كل اسبوع لمدة 48 تمام.
طب امتى اقلل الجرعة وامتى اوقفه؟ هقلل الجرعة لو حصل نيوتروبينيا او ثرومبوسيتوبينيا، يعني لو لقيت هعمل مثلا سي بي سي، ولو لقيت مثلا البليتلت عددها اقل يعني ثرومبوسيتوبينيا، او لقيت ان الشخص دوت عنده نيوتروبينيا عدد نيوتروفيلز اقل، يبقى الشخص دوت حصل له نيوتروبينيا، وقتها هقلل الجرعة من 180 ل 185 كل اسبوع، 135. يبقى هقلل من 180 ل 135 امتى؟ دي مهمة، لو حصل نيوتروبينيا او ثرومبوسيتوبينيا. اعتقد موضوع سؤال امتى اوقفه، امتى اوقف الانترفيرون، لو حصل ليفر انزيم لقيتها عاليه، عملت ليفر انزيم ولقيت عاليه، وطالما في ليفر انزيم عاليه يبقى دوت ممكن بيقول ان الشخص ده بدا يدخل في مراحل من السيروز، او بدا، ما هو الليفر انزيم بتاع امتى؟ لما بعض خلايا الليفر تموت بيطلع نتيجتها او يحصل لها دامج، لما يحصل لها دامج بيبدا يطلع الانزيمز دي. فانا قلت انا كده كده بستخدمه في النون سيروتيك بيشنت، يعني في الراجل اللي الليفر بتاعه او الشخص اللي الليفر بتاعه سليم، فوانس ان يبدا يحصل دامج ولا الانزيمز عاليه لازم اوقف الانترفيرون ده. تمام. السكند لاين حاجه اسمها تينوفوفير وانتي سافير. تمام. تينوفوفير وانتي سافير. تمام. قال لك امتى بستخدمهم دول؟ قال لك ان دول انا بستخدمهم في حاله ان انا مثلا اديت لواحد انترفيرون وما لقيتش فيه استجابه، او الاستجابه مش كويس قوي، فببدا معاه بالسكند لاين اللي هو التينوفوفير او الانتوفوفير. برضو بستخدمه امتى؟ بستخدمه في البريجننت فيميل علشان امنع الترانسميشن للفيتس، يبقى برضو بستخدمه من ضمن استخدامات ان هو بيكون سيف ديورنج البريجننسي، اللي هو التينوفوفير او الانتوفوفير دوت اللي هو السكند لاين بيكون سيف في البريجننسي، فممكن استخدمه عادي جدا. برضه ممكن استخدمه كبروفلاكسس اجينست الهباتيتس بي فيروس، يعني مثلا انا دلوقتي مثلا شغال في العمليات، شغال في اوضه عمليات كدكتور، وحصل مثلا ان انا اتجرحت انا وشويه دم مثلا من دول مثلا اختلطوا بالدم بتاعي، او مثلا اتجرحت مثلا بابره مثلا كانت في البيشنت اللي انا بعمله العمليه، او اتجرحت باله مثلا من الالات اللي انا كنت بستخدمها، واكتشفت ان الشخص دوت، عرفت ان الشخص دوت عنده هيباتيتس بي فيروس، فالمفروض ان انا على طول ابدا استخدم البروفلاكسس دي في خلال 72 ساعه، دوت ممكن يقيني من ان انا يبروجريس الموضوع عندي ويبقى عندي فعلا انفكشن حقيقيه. طب الميكانيزم بتاع التينوفوفير او الانتوسيفير، لسه احنا كنا بنقول دلوقتي يعني ايه نيوكليوزايد او نيوكليوزايد انالوجز، قلنا ان هم عباره عن نيوكليوزايد انالوج، يعني حاجات برودراج، حاجات بتدخل نفس الفكره بالظبط بتاعه الريبافيرين، ان دوت عباره عن نيوكليوسايد او نيوكليوسايد انالوج. تمام. هو عباره عن برودراج، يعني ايه برودراج؟ زي ما احنا قلنا من هناك ان هو مش بي... ان هو بيكون ان اكتيف. تمام. وبيدخل جوه بيحصل له اكتيفيشن في الهوست سيل عن طريق انزيم اسمه الكاينيز، وبيحصل فوسفوريليشن فبيتحول ل تراي فوسفو ريبافيرين تقريبا، هو ده الاكتيف فورم اللي بتدخل تشغل. نفس الفكره هنا بالظبط، ان التينوفوفير او الانتوسيفير دوت هو عباره عن نيوكليوتايد او نيوكليوتايد انالوجز، هي برو دراجز. تمام. بيحصل اكتيف باسمها نيوكليوزايد ترايفوسفيت، ده اسمها، وهي اكتيف باي الهوست انزيم. نفس هناك بالظبط. طب هنا ايه اللي بيحصل؟ هناك كانت بتدخل دايركت تشتغل على البيورين وتاخد مكانها وتوقف الشغل بتاع الام ار ان ايه، فبالتالي بيوقف الفيرال ريبليكيشن. طب هنا ايه اللي بيحصل؟ لازم ناخد بالنا ان احنا هنا بنتكلم عن دي ان ايه فيرال اللي هو الهيباتيتس بي فيروس، فهي بتعمل ايه؟ يعني عندي هنا انزيم اسمه الريفيرز ترانسكريبتيز. ايه الريفيرز ترانسكريبتيز دوت؟ هو ده الانزيم اللي بيحول لي من ار ان ايه لدي ان ايه، لان انا الفيرال دوت عندي هو دي ان ايه فيرال، الفيروس دوت دي ان ايه. تمام. فبالتالي انا بكون محتاج ان احول ار ان ايه لدي ان ايه، ودي حاجات كلها في الجينيتكس انتوا اكيد اخدتوها برضو. فالمهم يعني ان انا لما اوقف الانزيم اللي بيحول لي ار ان ايه دي ان ايه، ده معناه ان الدي ان ايه بتاع الفيرال مش هيتكون، فبالتالي مش هيحصل ريبليكيشن. فهو هنا كده لما انا افقد اي قاعده نيتروجينيه من القواعد النيتروجينيه دي، دوت هيعمل كومبيتيشن او هيوقف لي شغل الانزيم الريفيرس ترانسكريبتيز، مش هيقدر يشتغل، لان هيلاقوا عنده قواعد نيتروجينيه مفقوده، فبالتالي مش هيقدر يشتغل. تمام. دي بكل اختصار. يبقى لك ان هو عباره عن نيوكليوزايد او نيوكليوتايد انالوج، بيحصل لها اكتيفيشن في الهوست سيل، بتتحول نيوكليوزايد تراي فوسفيت، تدخل تعمل كومبيتيشن مع ريفيرز ترانسكريبتيز، او بنسميها ريفيرز ترانسكريبتيز انهبيتورز. قال لك ان ال قال لك ان ال ان ان ال ان ال
المفروض ان البتاع ان لما انا بستخدم التينوفير او الانتسيفير دوت ان هو بيؤدي لي ان يحصل بريماتور ترمينيشن اند انهبيشن اوف ريفرس ترانسكريبتيز. دي النهايه بتاعتها، ان هي بتوقف لي شغل الريفرس ترانسكريبتيز، فبالتالي مش بيتكون الدي ان ايه بتاع الفيرال، فبالتالي بيحصل ان الفيرال مش بيحصل له ريبليكيشن، فبالتالي بيقف الفيروس لحد النقطه دي وبيتم القضاء عليه عادي جدا. الثيرابيوتيك يوزز بتاعت التينوفوفير او الانتوسوفير بستخدمه في التريتمنت بتاع الايدز مع كومباينيشن طبعا مع حاجات تانية، وبستخدمه في علاج الهيباتيتس سي والهيباتيتس بي فيروس سي وبي. خلي بالكم السايد افكتس زيها زي اي حاجات تانية، جي اي تي ديستربنس عادي جدا، هتروح على سي ان اس تعمل لي سايكوزس، تعمل لي سكين راش وبلاد ديس اوردرز، تعمل لي بانكرياتيتس وليفر دامج اند ميتابوليك اسيدوسس. جاست انيوميريت واحفظوه. يبقى هيروح على الجي اي تي تعمل لي ديستربنس، هتروح على سي ان اس سنترال نيرفس سيستم تعمل لي سايكوزس، هتروح على السكن تعمل لي راش، على بلاد تعمل لي بلاد ديس اوردرز، تعمل لي بانكرياتايتس، تعمل لي ليفر دامج اند ميتابوليك اسيدوز. سايد افكتس برضو الدكتور قالت انها مش مهمه قوي، فعشان كده انا بقرا جاست ان انا بقراها بس. الالترناتيف ايجنتس بقى اللي انا ممكن استخدمها في علاج هيباتيتس بي فيروس حاجه اسمها اللامي فيودين والتيل بي فيودين، تمام، وحاجة اسمها الادي فوفوار ادي فوفير ادي فوفير. يبقى لامي فيودين والتيل بي فيودين، لام لامياء او اه لامياء عادي، يبقى لامي فيودين تمام والتيل بي فيودين والادي فوفير. انا يعتبر كده المحاضرة خلصت او الراوند خلص او السكشن خلص. اتمنى ان انا اكون قدرت اساعدكم، بعتذر لو في اي تقصير مني، بس هو السكشن فكرة ان انا بشرح جزء وجزء دي حاجة مش لطيفة خالص، والسكشن كنت انا المفروض ان انا محضره اصلا ان هو كامل 13 ورقة، بس الدكتور نزل التحديدات فاضطريت ان انا اعدل الداتا والكلام ده كله. برضو في حاجة تانية كنت عايز اقولها، كنت عايز اقول برضو ان الـ السكشن فيه معلومات كتير قوي مقصوصة منه، فالمفروض ان انا يعني مقيد برضو بالمعلومات، ومش عايز ازود عليكم عشان الوقت، وعارف ان انتوا وقتكم الوقت بيبقى صعب جدا، فنحاول بقدر الامكان يعني ان احنا ان شاء الله ان المعلومة تكون وصلت باسهل الطرق. ويا رب ان شاء الله ربنا يوفقكم، واتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. لو في اي حد محتاج اي توضيح في اي حاجة ابعتولنا على في اي مكان، في الكومنتس، في اكونت نجاح، في اي حاجة هتلاقونا بنرد عليكم. فورم الفيدباك لو موجودة املوها، هكون حابب اعرف رأيكو، مش موجودة اكتب في الكومنتس عادي. بس شكرا جدا ليكو، وربنا يوفقكم يا رب، ويكون امتحان كويس ولطيف عليكم.